جايين النهارده هنا سيدنا الحسين عشان نقضي اجواء رمضان. اجواء رمضان اللي اصلا احنا يعني خلاص مش لاقيينها في اي مكان، حتى في اي بلد دلوقتي اجواء رمضان وبهجه رمضان بقت مختلفه خالص، بدات يعني ما لقوهاش عندنا. لكن بصراحه في كل ما بنيجي المكان ده بنحس فعلا برمضان وبهجته والاجواء الجميله اللي موجوده في شارع المعز. طبعا لازم اجيب اهلي واسرتي كلها عشان نحس برمضان فيه. هو رمضان لازم يجي هنا، هو المعز اصلا هو بهجه رمضان، فعلا لازم نيجي المعز نتفسح ونقضي اليوم الجميل ونلبس الزي اللي احنا بنلبسه ده مع الجو الجميل بتاع رمضان والروحانيات العاليه جدا هنا. الجو ده بقى بيفكرنا بايام المماليك وايام زمان جدا مع المنظر البديع اللي احنا بنشوفه هنا ده. لازم نيجي نشوف نيجي نصلي في الامام الحسين، نيجي نقضي يوم جميل هنا مع اهلنا وحبايبنا. لا الوقت هنا غير، فعلا رمضان هنا طعم تاني. يعني ده السري هندي بتنزل الناس نقط، في بعض الاوقات بتنزل تغير جو عندنا، بعض الاوقات بتنزل تحب تتصور عندنا بالساري او تحب تتصور بالزي دوت. دي فكره جديده احنا عملناها هنا اهوت في قلب شارع المعز، والحمد لله يعني رب العالمين بتبتدي ان هي ايه خطوه جديده للشباب. مثلا لو حد ما عندوش شغل او حد مثلا قاعد تمام، فدي بتبقى فكره ليه ان احنا بننزل عملنا مشروع صغير على قدنا تمام في شارع المعز. اقبال الناس هنا اهوت في الشارع على الزي الهندي وتفكيره ان هي دي حاجه جديده بالنسبه لهم، فبيبقى اقبال عليها اكتر في اللي هو الساري. بالنسبه برضو للرجال او للشباب عندي برضو نفس النظام، في لبس اللي هو لبس السلطان بنقلب بيه مثلا لبس شاروخان سلطان بوشي، فالناس برضو بتبقى مقبله على حاجه زي كده وبتبقى مبسوطه وبتبقى فرحانه بحاجه زي كده اهوت، وحاجه بالنسبه لهم حاجه جديده. جو حلو هنا في رمضان غير اي يوم يعني. شارع المعز بحبه جدا وبحب اجي اتمشى هنا، وحتى في الايام العاديه احنا بنيجي على طول، وبحبه عشان الهيصه بس هو بيبقى احلى في رمضان يعني. مساء حضراتكم طيبين، كنا احنا جينا هنا بمناسبه رمضان عشان نعيش الاحتفالات الحلوه ديت والجمال الجو الجميل دوت. والله بصراحه الناس هنا كلها فرحانه ومبسوطه وكلنا هنا عايشين اجواء حلوه ولطيفه، والناس بتتصور وفرحانه، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله.